منورين الدنيا يا جماعه. يعني احلى حاجه ان احنا شايفينكم مع بعض ما شاء الله طبعا، ف عايزين نشوف بعض في عمل، ده ممكن يحصل ولا ان شاء الله؟ ليه لا، ممكن ان شاء الله قريب نحاول نظبط حاجه احنا الثلاثه، نظبط بس الاول الموضوع يبقى كويس وجهه الانتاج ونتكل على الله. يعني اهم حاجه بالنسبه لي انت طبعا كبير، فانت اللي تعمل لي حوار مع الاثنين، فخد بقى المايك وانطلق. مين قال لك دلوقتي؟ مين اللي قال لك دلوقتي؟ انطلق، انا قال لك بنطلق. سلام. شوف كل واحد، انت عارف اسرارهم، عايزك تفتش لي بقى كل حاجه ولا يقولوا برضو انتوا. طب احنا قبل اي حاجه نقول لابو يونس مبروك الاول. شاهد يا اخويا خفاجه، ربنا كرمه الاسبوع ده بمولود اسمه يونس، فبنقول له الف مبروك. الحاجة بقى اللي عايز اسألها لك، انت ممثل جامد قوي ومن صغرك موجود، وبدايتك انت ومحمد رمضان كانت مع بعض في مسلسل ولاد الشوارع، ليه اختفيت شوية وليه ما بتحاولش ان انت تسعى وما بتحاولش تبقى موجود بشكل انت حقك الفني على البلد انك تبقى موجود وحقك على نفسك انك تبقى موجود؟ والله سؤال، بص اوعى بقى يعني. طبعا انا عارف ان هو هيجيب هو انت بدات بكلمتين حلوين في حقي، ومتشكر طبعا على الكلام الجميل ده. ما اعرفش والله، يعني هي ما تفهمش ايه اللي حصل. هو كان اخر عمل ليا كان شارع الخلفيه مع الاستاذ جمال عبد الحميد المخرج وشركه العدل للانتاج، وكان بطوله ليلى علوي وجمال سليمان. ده كانت اخر حاجه في تقريبا سنه 2012. من بعدها اعمالي قلت شويه، ما تفهمش، هو السوق اتغير، الدنيا اتغيرت. يعني انا كان الفتره اللي فاتت او الفتره اللي انا كنت منتشر فيها كنت بشتغل مع مخرجين زي الاستاذ الله يرحمه نادر جلال، زي الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، زي الاستاذ محمد فاضل. الاستاذ محمد فاضل على طول في كل اعماله، الاستاذ عاطف الطيب. فتحس ان المخرجين دول انا ما كنتش محتاج ان استاذ شيرين عادل فكرك بقى. فما كنتش ببذل مجهود في حاجه زي في ان انا الاقي الدور المناسب ليا. انا بلاقي الشغل معروض عليا وبيبقى مناسب ليا. دلوقتي الدنيا ما تفهمش، مش عارف هم هل المخرجين الصغيرين يعني شايفيني مش قد كده، هل هم ما يعرفونيش؟ انا مش عارف. اكيد ما يعرفكش. والله ما فاهم، لان اللي يعرفك، انا افتكر الاستاذ نادر جلال كان في كفر عسكر، وكان المسلسل ده الحمد لله احنا الثلاثه كنا موجودين فيه، كان دايما يقعد يقول احسن واحد فيكم اخوكم شادي. لا والله احسن جميل. واحد فيكم شادي. لا دي حقيقه، انت احسن مني مليون مره. وبعدين انت تربيت احمد زكي، الناصر 56 مع احمد زكي. طب هو فين بقى؟ يعني هو فين الـ 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 الشغل، او فين الـ 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 العمل الكويس اللي بيتقدم؟ في حاجات اتعرضت عليا بس حاجات ما بقتش يعني مش اللي هي. فما ينفعش انك تكون اشتغلت مع ناس كبيره قوي وناس في حاجات مساحات حلوه، تيجي تعرض عليك الايام دي حاجات مش اللي هي يعني. فالموضوع مش من عندي يعني، صدقوني الموضوع مش من عندي يعني. طيب عايزينك بس تحاول وتفضل مكمل معانا، لان انا واحد من الناس نفسي اشوفك جدا وعارف امكانياتك، وده اللي مخليني مصر ان احنا نحاول دلوقتي نشتغل على ورشه، ولو وصلنا نطلع عمل بينا احنا الثلاثه نعمل ده ان شاء الله. انا يعني دي حاجه جميله، واتمنى ان احنا نعملها بتبقى مع جهه انتاج قويه، بحيث ان احنا ما نحرقش الفكره دي. يعني فكره ان احنا الثلاثه ننزل مره واحده دي محتاجه تعمل بوم جامده، محتاجه تبقى تقيله مش مع اي حد. لو الكلام هادي طبعا، هو بص السوشيال ميديا والبنات والبادي بيلدنج، يعني لو اتكلمنا هادي، هو بص السوشيال ميديا البادي بيلدنج والحركات وبتاع، رغم كده برضه هو مكسل شويه. فانت لو تساله في حاجه في اللقطه دي تقول له ايه بقى اللي انت قلته بقى؟ اساله تاني. ايه بقى يعني الحمد لله بتحصل معانا واحنا ماشيين دايما في اي مكان، ان الناس بتعرفك الحمد لله بشكل قوي جدا. ويمكن انت دايما من وجهة نظري كأخ ليك وكراجل مارست في الفهنة كتير مانا كتير وضيعت من عمري كتير، انت اكتر واحد محظوظ فينا، لانك اكتر واحد اشتغلت مع نور الشريف، مع يحيى الفخراني، مع عمالقة المجال كله. ليه برضو في جات فترة انت بعدت فيها، رغم ان عايز اقول ان زمايلك وروح قلبك والناس اللي متواجدة معاك دايما، احمد مالك، محمد الشرنوبي، كل دول انت ما كنتش بتفارقهم تماما يعني، واخد بالك؟ فالمشكلة برضو فين عند هادي خفاجة؟ المشكلة مش عندي، او يمكن السؤال ده مش ليا انا، فممكن يبقى المنتجين اكتر، المخرجين اكتر. بس هو في نفس الوقت يعني انا بشوف ان انا محتاج برضو ان المرحلة العمرية اللي هظهر بيها
بتفرق شويه. انا مش كبير قوي برضو، لسه صغير، لسه الطريق مفتوح برضو قدامي، فده مش قلقني برضو، ده من ناشئني شغال على نفسي برضو في نفس الوقت بنصايحك طبعا. ان فادي نصحني بقى له 4 سنين على دماغي اطلع من الورشه يحطني في الثانيه، اطلع من واحده الاقيه فاجئني بان اول ميعاد ليك الورشه الاسبوع اللي جاي، فبرضو اللي هو مش راميها وبلعب في حته ثانيه خالص. بس في نفس الوقت يعني التقل صنعه برضو يعني، في يعني ان شاء الله الرجوع هيبقى اقوى باذن الله بشكل كويس باذن الله. السؤال بس اللي انا سالته ليهم هما الاثنين، لان انا مش مدخلهم الوسط الفني، الناس دي دخلت بامكانياتها. هادي من كتر حب الاستاذ احمد نادر جلال في فيلم خارج على القانون، هو اللي رشحني في فيلم خارج على القانون معاه، من كتر حب الاستاذ نادر جلال في شادي خفاجه واقتناعه بيه كممثل، هو اللي رشحني معاه في مسلسل كفر عسكر. فانا بتكلم عن الناس هي اللي بترشحني، فعشان يبقى هم اولاد المهنه وهم اساس المهنه يعني. انت برضه اللي بادئ بيتواضع ان شاء الله ان شاء الله. السؤال انا انا بعدت شويه لان برضو حصل معايا لخبطه في بعض العلاقات الفنيه اللي كانت موجوده من بعد 2011، وبعدين احنا غصبا عننا كنت بشتغل مع استاذ نزار الجلال واستاذ اسماعيل عبد الحافظ وكل الكلام اللي هم قالوه، فعلا ابتدت تظهر مخرجين جداد مبهرين جدا وبامكانيات قويه جدا، وانا نفسي اشتغل معهم كلهم واحد واحد، ولكن هي بقت المعضله البسيطه ان للاسف انا ما اعرفهمش وهم ما يعرفونيش. لما ابتديت اشتغل على ده في رمضان اللي فات مع الاستاذه مثلا ياسمين احمد كمال وحصل تعارف معاها بشكل مناسب، الحمد لله ربنا وفقني واشتغلت معاها في مسلسل حدوته مره. دلوقتي مثلا لما اتعرفت على الاستاذ الدكتور مخرج مرقص عادل بيصور دلوقتي الحمد لله المسلسل الشانزليزيه في مع شركه سينرجي. فهي فكرة بس ان احنا ان المخرجين الكبار الجداد نعرفهم ويعرفونا، هتحصل لنا عملية التواصل تاني ان شاء الله وبشكل اقوى باذن الله، لان الحمد لله احنا امكانياتنا بتزيد مع الوقت، خبراتنا بتزيد مع الوقت، مع احترامي لكل اللي بيمارسوا الشغلانة في اعمارنا واحسن مننا وافضل مننا، ولكن احنا شربناها على ايدين اساتذة كبار قوي، فبنعمل ميكس جميل قوي بين الاساتذة بتاعت الجيل القديم وبين العمالقه اللي موجودين دلوقتي اللي نفسنا نشتغل معهم كلهم. اخر سؤال ليكم، طبعا احنا شايفين السوشيال ميديا الشباب كتير بيطلعوا اللي هو البلوجر بقى اللي بيعمل حياته بشكل عام وبيهزر مع الناس وبيتعامل، ممكن تعملوا يومياتكم انتوا كمان على اليوتيوب ولا لا؟ هو فكر في الفكره دي وقال لي عليها، وكنا ابتدينا لان شادي كرياتيف حلو قوي في الحاجات دي، ابتديت بس غصب عني لما اتشغلت بمسرحيه زهره اللوتس اللي شاركت في المهرجان انتاج البيت الفني للمسرح والمسرح القومي للطفل انشغلت شويه، انما ان شاء الله احنا بنفكر نرجع لها، ولكن نرجع لها بشكل كوميدي وهادف ومحترم وتبقى حاجه بسيطه قوي يعني كاننا قاعدين مع الناس والناس قاعده معانا في البيت ان شاء الله. ميرسي جدا، تسلم.